السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشاركين الحاليين والمشاركين المحتملين الجدد، ونواصل مواضعنا عبر قناة يوتيوب جعفر تيغدري في موضوع تحت عنوان الخبرة. الخبرة كوسيلة إثبات، فالقواعد الخاصة بكل وسيلة من وسائل الإثبات المختلفة، هناك الاعتراف، القرائن بنوعيها، القرائن القانونية والقرائن القضائية أو الموضوعية. فالقرائن القانونية قلنا أنها تنقسم إلى قرائن قانونية قاطعة وقرائن قانونية بسيطة، في حين هناك أيضا قرائن قضائية أو ما يسمى بالقرائن الموضوعية. ثم هناك من وسائل الإثبات الأدلة الكتابية من أوراق ومحررات، وأيضا الشهادة، وأخيرا الخبرة، وهو هي التي غتكون في الموضوع ديالنا لهذه الحصة. هذه هي الخبرة، هي قاعدة خاصة بكل وسيلة من وسائل الإثبات المختلفة. طبيعة الحال كنهضرو دائما هذا بما يتعلق بقانون المسطرة الجنائية، لا سواء كان التحقيق الإعدادي أو فيما يتعلق بالمحاكمات. فالخبرة كما جاء في الفقرة الأولى من الفصل 171 من قانون المسطرة الجنائية، ما يأتي أنه يجوز لكل هيئة من هيئات التحقيق أو الحكم، كلما عرضت عليها مسألة تقنية، أن تأمر بندب خبراء إما تلقائيا أو إما بطلب من النيابة العامة أو من وراء المترافعين. ويتبين من خلال هذا النص بأن المشرع عندنا قد اهتم بما الخبرة من أهمية بالغة الشأن في النطاق الجنائي، وقرر مشروعية اللجوء إليها من قبل قضاء الموضوع، الحكم أو التحقيق في كل مسألة قد تستعصي عليه، وهو بصدد الفصل في الدعوى العمومية نظرا للطابع الخاص لتكوين جل القضاة الذي يغلب عليه التكوين القانوني الصرف، وهو الذي قد تعرض عليه بعض المسائل فيجدها من الوقائع الغامضة عليه بسبب طابعها التقني أو العلمي الذي يقتضي تكوينا آخر غير التكوين القانوني. ويتوقف إلى حد بعيد هذا الفصل في الدعوى العمومية على رأي أهل الفن فيها، ونحو ذلك تحديد سبب وفاة الضحية الذي يقوم به الطبيب الشرعي، أو مدى سلامة القوى العقلية لمتهم تظهر عليه أمارات الجنون الذي يقرر فيه طبيب الأمراض العقلية، أو مدى تلوث منتوج فالحبوب والمعلبات والأطعمة إلى غير ذلك الذي يقوم به المحللون الكيماويون إلى غير ذلك من الأمثلة التي لا يستطيع حصرها بسبب تعدد المجالات التي تحكمها أو تحكمها تقنيات والعلم، فبمختلف فروعها والتي تخرج بالضرورة أو المنطق من المجالات التي يمكن الاطمئنان تمكن رجل القانون منها بكيفية مرضية بسبب خطورة النتائج التي قد تترتب عن الحوض فيها أو الخوض فيها ممن هو غير مؤهل تأهيلا خاصا وكافيا فيها. فطبيعة الحال يفهم من هذا الكلام بأنه نوع من تبرير إحلال الخبرة أو الخبير محل القاضي، وهو الذي قد لا تسلم استنتاجاته من الزلل بدوره، وهي مقالة تكاد تكون نظري حاليا إذا نحن أقمنا توازنا بين الضرورات العملية التي قد تفرضها فرضا على القاضي في بعض الحالات،
وبين التنظيم القانوني الذي يؤطرها أي الخبرة عموما، والذي يلفت الانتباه لخطوطه العريضة، واللي كتمثل أولا في أن الخبرة هي اختيارية للمحكمة للجوء إليها من عدمه، ثانيا هناك في حالة رفض اللجوء للخبرة بالنسبة لمن طلبها تكون محكمة الموضوع ملزمة بتحليلها لموقفها الرافض لإجرائها، وثالثا أنه من حيث قيمتها الإثباتية فهي تخضع مثلها مثل باقي وسائل الإثبات لتقدير المحكمة اعتمادا على ما تكون قد حصلته من قناعة. إذن بهذه المفاهيم الثلاثة أو العرائض، هذه الخطوط العريضة التي تتمثل في هذه المفاهيم الثلاثة، نقف وإياكم في هذا الحد على أمل اللقاء بكم في حصة قادمة. بالله التوفيق والنجاح، دمتم في رعاية الله وحفظه.